لم يكن مستغربا حالة التماهي والتناغم بين العدو الإسرائيلي وبين المجموعات الإرهابية، كون الهدف واحد وهو إركاع سوريا خدمة للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. ووسائل إعلام العدو تصف حالة التقارب بين إسرائيل والعصابات المسلحة بجدار الطيب، كما الجدار والميليشيا اللتين أقامهما أنطوان لحد في جنوب لبنان. شهر العسل المفعم بعلاقة التآخي والمحبة والوئام بين جموع الإرهابيين المسلحين في هضبة الجولان المحتل وشركائهم في الفكر والعقيدة والتنفيذ وجرائم العدو الإسرائيلي يوضح العلامة الفارقة، ذلك حسب ما فضحته وسائل الإعلام الصهيونية وصفة هذا التقارب بالجدار الطيب الذي يجمعها بالإرهابيين. نشأ في هضبة الجولان واقع طيب جدا تجلى بالمساعدات الغذائية والطبية والأغطية للمجموعات المعارضة للنظام السوري، وقد لاقى هذا الأمر ردا إيجابيا في المحور العربي المؤيد للمعارضة، ما يشير إلى صلة ممكنة ليس فقط بين إسرائيل وهذه الجماعات في سوريا، إنما مع العالم العربي أيضا. انكشافات متوالية ومتتالية لدور العدو الصهيوني في مجريات الأحداث في سوريا لم يكن أولها إلقاء بواسلنا القبض على سيارة جيب إسرائيلية الصنع في القصير وأجهزة اتصالات للمراقبة مقرونة بالأقمار الصناعية في طرطوس، ولن تكون آخرها الأسلحة الإسرائيلية المضبوطة مؤخرا في القرى الحمصية والتي عرضها مراسلنا هناك، فاضحا الدور القذر بينهما. الدعم الإسرائيلي اللامحدود هذا يبين حسن سير العمل من ناحية التنسيق والتكتيك والتكنيك بين الطرفين وعلاقة التماهي بينهما، كون الأصيل يقدم للوكيل كل ما يساعده في زيادة الإجرام من عدة وعتاد وبنك معلومات وأهداف لمواقع يريد العدو ضربها، وليس على الوكيل سوى التنفيذ والخنوع في ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب السوري خدمة لمشروع إسرائيل الكبرى في المنطقة. طبعا معادلة الأعداء افتضحت على الرغم من محاولة الصهاينة إبعاد الشبهات عنهم بفعل تضحيات بواسلنا واستبسالهم في ضرب أوكار الإرهابيين ومكامنهم أينما وجدت، والرد السوري يعيه جيدا الأعداء كون السوريين أصحاب أفعال لا أقوال. أنا أصدق تهديدات الأسد فهو ينوي تنفيذ تهديداته.